كان السوق اليوم؟ الحمد لله السوق مزيان، الاثمنه مزيانه، السلع مزيانه، الحمد لله كاين الجوع وكاين كاين الاثمنه راه مزيانه في المقارنه مع الاسواق اللي فاتوا. بدا السوق تعرف شي بدات اعمار، بدات يجيو لي ناس من الاماكن الاخرى، بدا عليه اقبال كبير. هذاك الشيء اللي كاين 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 اقبال الحمد لله على السيمانات اللي فاتت، الحمد لله كاين السوق. والثمن الثمن الثمن ديال ديال الحولي واش باقي طايح ولا؟ الثمن مزيان، وبالنسبه للاداء ديال الصرف كاين الحمد لله كاين تسهيلات، كاين كل شيء مزيان الحمد لله. بالنسبه ديال الصرف واش كاين تسهيلات 100% ولا 100% تسهيلات 100%؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ كريم بصفتنا كمقتري السوق الاسبوعي احد امير قناديل، اللي الحمد لله بدات يعرف نشاط احسن ما كان في الاول، وتنشكروا انتم كتشوفوا النظام اللي كاين مزيان، وتنشكروا جميع السلطات المحليه اللي تتساطي معنا على النظام، لا من سعاده القائد لا الباشا لا اعوان السلطه لا القوات المساعده، وتنشكروا الجماعه الحضاريه اللي بدورها هي تعطي ديما واحد التعليمات وتعطي واحد التفاته لهذا السوق، وتجي باش توضح للناس بان هذا المرض راه باقي كاين، وخصكم مسافه الامان وتديروا الكمامات ديالكم، وشكرا على هذا الشيء اللي كاين الحمد لله على كل حال. السلام ورحمه الله. شحال دايره مبروك؟ 33. تبارك الله تبارك الله بخير. كاين الرخا اليوم؟ عطا الله مليح الحمد لله. الثمن مزيان اللي بغا زعما يعيد راه درويش يعيد كلشي يعيد. مرة من عطاونا 35 تبارك الله. السلام عليكم. كيداير السوق؟ الله يجعل البركه الحمد لله. النهار بدا شويه الله يجعل البركه. بان لي السوق هذا الحداد عامر على السيمانات الاخرين. العياد وكاين الناس يشرو العيد، الناس يشرو العيد اليوم. رخا؟ ماشي بحال لا رخا كاين رخا ما كاينش الثاني. تبارك الله. بحال هذه كنبيعوا 24 25 انت كتشوف. 24 25 تبارك الله. ما كاينش الثاني. هذا كنطلبوا فيه 54 لا هذاك كنطلبوا فيه 42 دورا وحده 52 كنطلبوا فيه 52 بارك الله كنطلبوا فيه 42 ومليح ليه مرحبا جيب ديما جيب مرحبا. كي داير السوق اسي؟ السوق مزيانه ودخل سلم لنا مليح تيتباع تبارك الله. ودي شتي يبقى في الرحبه. الله اكبر. والله كاينين مواليه؟ كاين مواليه دراوش دراوش وكاينين مواليه المليح الحمد لله. طلب لك شي صاحبي طلب لك هادي هادي كاين حتى الفلوس هادي حسابي ديال الله يحفظك. هاني الله عرف شنو دايره حولي مليح رباعي وكلش رباعي مزيان مالو راه يطيح والله صحيح والله شنو 30 30 30 على الاول ها هو الرئيس ديالنا كبير هذا الكبير ديالنا الرئيس الامين ديال الرحبه هذا هو الامين ديالنا ها الحمد لله رجل مزيان طيب الله عمر هذا تبارك الله عليك الله عمر هذا راه يكرمكم راه شكرا السلام عليكم شحال اخويا مبروك عطينا 27 اخويا عندك المبار هنا يا اخي خلاني البروديه 27 السوق الله يجعل البركه السوق مليح تيتباع مليح تيتباع
المليح تيتباع مزيان والعيار راه داير ثمن حتى هو عيار. حنا تنتسناو هذا الشيء على حساب العام. حساب العام هو راه حاجه مليحه راه من الكوري لهنا. هو مرشيان عطاوك اخاي 22 قلبي كل اسمي الحليبه كاملة مليحة أكبر أو 22 هلا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي هاي وكي داير السوق من ناحية الرخاء ومن ناحية واجه البركة كل شيء ياكل كل شيء يشرب إن شاء الله. بارك الله. أش مدي؟ كل شيء زين الحمد لله. كل شيء زين الحمد لله. ها؟ 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 شهر صدق جابوا لكم الله. ها؟ هاي تصور كاع. شحال اشتري فات مبروك؟ 68 لا واش انت من المنتج هاد الفوطه هاك تقدري تقلبي شوفي فيه هو شوفي فيه هضري معاه يلا المهم تمشي بحال هاد الحولي وعاد 65 عاد غادي نساوي له ولدها عاد غادي نساوم لعندك تبارك الله شحال اسيدي اعمل هذا اهضر مع المراه شحال هاد الخير اهضر مع خالد اهضر مع ابو انا بخير 65 اختي واش كاين شي مليح ولا ما كاين؟ لا كاين واك واك معاونين شي فراس واك كاين مليحة كاين الخير موجود خير قلب عليا السلام اسيدي وين جيتي انا لالا هاد السوق؟ من هنا من الواد جيتي من سلا من سلا اييه جيت نتقدى السوق مناسب مزيان كاين رخاء شويه بين وبين الحمد لله كل كيدي على قدر جهدو هذاك الشيء اللي كاين اييه اسيدي كل كيدي على قدر جهدو بارك الله الدرويش غنشوفو ان شاء الله جهدنا ديك 45 40 تبارك الله كاين المليح وكاين الرخاء كاين الدرويش كاين واللي عنده كاين تبارك الله كاين الخير موجود تبارك الله عندك اييه الله يجعله يدوز بالصحة والسلامة إن شاء الله ويحيد علينا ربي هذا المرض. آمين. نتمناه من عند الله يا رب الله يشافي جميع المسلمين. تبارك الله لما أنت صحتك. فرن الحولين أنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير السوق؟ الله يحفظك المرضي، السوق زوين خويا. الحمد لله الله يجعل البركة. كاين المليح بثمانه كي كنقولوا. والحمد لله إن شاء الله هذا العام كل شيء عيد إن شاء الله. مقارنة وكل شيء. مقارنة مع السيمانة اللي دازت الثمن.
الثمن كاين شويه ديال الطلوع الثمن طلع شويه الثمن ياك ما حيت زادوه في كيبان ليا واقيلا حيت سمعوا بالناس شدوا الفلوس وحتى الكساب حتى هو خاسر الفلوس شحال زادت كاع 200 يعني بحال هكاك تكون 200 300 درهم زادت في الحولي تكون يعني نشط لها الكساب هذه ولكن المواطن حتى هو ان شاء الله غادي يلقى كسيبته غيلقى الاضحيه ديالو حتى واحد ما غيبقى بلاش كل واحد اللي قسم ليه الله سبحانه وتعالى في رزقه غادي ياتيه به ولكن كنقول لك المليح بثمنه كيف شحال هذا الاخ خويا 54 خويا ان شاء الله السلعة ديال الكلموس هذه نعم شحال اخي هاد البروك 150 ديال 1,000,020 ما زلت السلام عليكم وعليكم السلام وكيداير السوق السوق اودي الحاله عيانه شويه ياك استي علاش باقي ما خرجش العياد وقاديه مداشره مع هذا المرض ديال الكورونا قاديه باقا ياك عطاوهم الدعم كاين اللي شد كاين اللي مازال شد كاين اللي مازال كاين اللي السوق راه تهز واحد شويه شويه دابا كيشدوا الدعم ديال القضيه شويه كتحرك ما بقاتش كيما كانت يعني الحوله غيطلع شويه غادا تحرك واحد 200 درهم ولا 300 درهم بحال هكاك الا ما كانتش السلعه كثيره تقدر تطلع شويه كانت سلعه كثيره راه غادا ترخص داكشي اللي هو على ربي الدرويشي داكشي اللي كاين الله يرحم فينا والله يحن فينا والله حيد علينا هذا الوباء هذا خير موجود اخويا الشعب خير موجود كلشي موجود سعيد ان شاء الله حنا اليوم هنا في السوق ديال بقنادة القضية راه شوية كيفاش؟ اليوم هنا في السوق ديال بقنادة القضية شوية السوق راه مستقر اييه ماشي شي سوق منين مزيان واش غنديرو الصبر وصافي وشحال هاد الخير عندك؟ هاد البركة هادي كان عطاونا فيها الصباح 13 دابا ما بقات حتى حاجة ولا كيعطيونا 11 10 الله يرحم فينا وصافي ويجيب الله يجيب الله هذاك الشيء اللهم يسر السلام عليكم السلام ورحمة الله كيداير أسيدي السوق؟ مزيان أسيدي شحال داير الحولي؟ الحولي مزيان كاين الثمن زاد الثمن ما بقاش داكشي اللي كانوا يقولوا دابا السوق راه مزيان زايد 20,000 الحولي الرقيق و 15,000 الحولي الرقيق اللهم لك الحمد بعدا شويه اليوم راه كاين الضوء لهاد الايام في السوق اليوم مزيان احنا فرحنا شويه كنا ما فرح شويه بعدا شويه من تحسنا هاد الايام راه كاين ما كاين والو كورونا مع هاد الوباء ما كاين لا فلوس ما كاين حاجه ولكن اليوم الناس تخرج الدم وليده مزيان الحمد لله الله يجزيك خير شحال كطلب في هذا خويا تنقولوا شو كيداير؟ ها هو وجهو هذا هو عاوتاني السوق تبارك لا ماشي غير انت احنا لعبنا على شي حاجه ديال شي حاجه 80 شوفني ما تمعقل والله
كي داير اسمان؟ شحال كيقول؟ 10,000 كل واحد وثمن شحال كيديروا 17 18 بارك الله منين هذا الخير زاير وقفوا مزيان هاد العام كلشي عيط الدرويش يعيط الفرعوني يعيط كلشي عيط غير موجود الحمد لله طلب الله تعالى تبارك وتعالى 25 26 17 داكشي انت من بيت المليح وزاد انت ما من تلاقيت منين هاد الخير هذا ديال كريفلا ديال الزعير وكي داير السوق بالنسبه للسيمانه الاخرى السوق اليوم ناقص كاين ناقص كاين ب 20 مزيان السوق ناقص دابا الحولي تزاد الشاري تزاد الناس كتشري شراو الناس اليوم على الشارع اي والله ما يسير الله تعالى تبارك الله يحيد علينا هذا الوباء امين هادشي ما نقولش السلام عليكم عليكم السلام ديال السوق شويه اخويا زاد شويه السوق ياك اما بين سيمانه زاد سيمانه زاد شويه السوق لا بروفا كي داير السوق اخاي الله يحفظك كي داير السوق منور منور كاين رقا حولي رخيص تبارك الله يلا سير موجود لا اخويا